يا مرحبا بكم مشاهدينا من جديد. مشاهدينا شباب يلبسون زي مميز على دراجات نارية في خلفيتها صندوق يحافظ على الحرارة، ومشهد أصبح مألوف في العديد من العواصم الأجنبية والعربية. وأيضا سهلت التكنولوجيا الحياة على من ما يحصل وقت ينتقل إلى المطاعم أو يرجع البيت من أجل الحصول على هذا الغداء الشهي، خلينا نقول أو العشاء أو الفطور أيضا. مريم بس اليوم هذا لأنه إحنا نوهنا بداية الحلقة حسين على الطعام، فرجعنا على هذه الفقرة. مرحبا بكم. طبعا اليوم عندنا تطبيقات وشركات توفر إمكانية أنك تتيح لك قوائم الطعام، كل أنواع الطعام موجودة وفيها متاجر، وخلت العميل اليوم قادر على أنه يطلب في أي زمان ومكان بكبسة زر وحدة. هو طبعا ما خلى المنافسة تشتد بينهم، بس أصبحت هذه التطبيقات هي همزة الوصل الأساسية بين اللي يبحث أو يبقى ياكل، بين يبحث عن الطعام وبين اللي يبيع الطعام وبائعه. اكيد سوبر ميل منصه جديده تنضم الى سوبر ميل. نعم هذه المنصه اكيد تنضم الى السوق الاستثماري الاماراتي. اكيد يكلمنا عنها اكثر قتيبة العلي مدير التنفيذي لمنصه سوبر ميل. يا مرحبا بك يا استاذ قتيبة. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا قتيبة. بتخليك بالسؤال واستسمح من عندكنا سامح للحلقه. مرحبا. من اين انت قتيبة؟ من وين؟ أنا بالأصل؟ نعم. أنا بالأصل من سوريا. ونعم والله بعد يا سوريا. يا مقيم بالإمارات من 10 سنوات تقريبا. ترى هذا سؤالي أنا، اليوم أنت ببدلتك الجميلة وأنيق ما شاء الله عليك. كلك زين. قتيبة حياك الله. ترى احنا ميلس، احنا مو في تصوير. طبعا. حياك الله. شو سبب اختيارك اليوم الإمارات؟ أنك تنشأ فيها موقع وتستثمر فيها وقتك وجهدك ومالك طبعا هلا بداية سوبر ميل هو تطبيق بدأ قبل ما سوبر ميل. ليش اخترت الامارات؟ لا احكي لك من وين اجى سوبر ميل. نحن اجينا من المايك والكلمه لك. الله يسلمك. نحن بدانا ببريطانيا باليو كي. ما شاء الله. بدايه سوبر ميل 2017. نعم. اول سوق عربي، حتى ثاني سوق بعد بريطانيا هو دوله الامارات. تاسيس اول بلد عربي خليجي اخترته في هذه النقله. طبعا تاسيس يعني في بريطانيا، وثاني برانش او ثاني فرع او ثاني انتقال مباشره للإمارات. نعم. بالضبط. ليش؟ أول دولة عربية وخليجية. لماذا؟ لعدة أسباب. أول سبب نحن بحكم أنه نحن تطبيق، فيتطلب وجود تطبيق يستخدمه الناس وصول إنترنت لكافة أفراد المجتمع. نعم. والإمارات طبعا، والإمارات الدولة الأولى في العالم في نسبة انتشار الإنترنت ووصول الإنترنت للأفراد. مع كوريا الجنوبية طبعا، بالتأكيد المعلومة أنا قاريها مع كوريا تماما الجنوبية. تماما بالإمارات 99%. نعم. تماما. وابغى اضيف نقطه، خلينا نقول لتاكيد على كلامك، خلينا نقول البنيه التحتيه مريم القويه واللي بينت في جائحه كورونا ايضا في استخدام التعليم عن بعد كثير. تماما بشيء. تماما هذا السبب الاول. السبب الثاني، السكان الامارات بالمجمل مواطنين ومقيمين هن اشخاص مهيئين لاستقبال افكار جديده. مجربين تماما مجربين لتجارب عالميه، يشوفون العالم في الامارات. تماما العالم كله موجود في الامارات فعلا. فهي ما تجارب جديده بالنسبه لنا. هذه ما حسيت شويه صعوبه عليكم؟ لان نقدر نقول في الامارات العربيه المتحده فيها 7 تطبيقات. صحيح. شو اللي يميز هذا التطبيق للسوبر ميل؟ بلا شك. لا بس سوبر ميل. تفضل قتيبة. هلا هذا التنافس، هذا التنافس تنافس صحي. نعم. ما هو تنافس سلبي، تنافس صحي ايجابي. المستفيد هو المستهلك النهائي. بالضبط. يعني نحن اذا كلنا تنافسنا على رضا المستهلك فهذا الهدف. سعاده اللواء ضيفنا امس قائد عام الدفاع. نعم. المدني كان عنده موضوع كاشف الدخان، امس من المواضيع الجميله متابعي الكرام، موضوع كاشف الدخان. انصحكم فيه ثاني يوم واستسمح مخرجنا وموعدنا. نذكركم كاشف الدخان توصيه لكل متابعينا. فتكلم عن نقطه، نرجع لضيفنا، تكلم عن نقطه ان اليوم شركات وجود تعدد الشركات يكون يسهل يلغي الاحتكار. نعم. يرخص الاسعار، يعني جبتها بعد بسجع يلغي الاحتكار ويرخص الاسعار. تماما تماما. بالنسبه لسوبر ميل، نحن ما اجينا لنكرر تجربه العميل، نحن اجينا بتجارب جديده وميزات جديده. كيف قتيبة؟ اول ميزه هلا طبعا كل الافراد بالمجتمع الاماراتي جربوا تجربه التطبيقات الاخرى. نعم. يلي هي انت تطلب ويوصل. نعم. يلي هي الملائمه، الخدمه السهله. وانت شو تسوي؟ اوكي. نحن لا، نحن عندنا ميزات مختلفه. اول ميزه في سوبر ميل وهي ما ميزات مؤقته، هي دائمه. اللي هي اول واحده هي استرداد نقدي عن كل طلب.
انت كل طلبه بتطلبه من سوبرميل بيرجع لك بيرجع لك من 5 الى 30% لمحفظتك. قبل ما اطلع من الاستوديو نزل لي فورا هلا هلا رح هلا اقول لك على الميزه الثانيه مشان تخلي مريم تنزل تطبيق من اللينك تبعك. عبد الله برامي واخذ فريق كله يسمعك يصير يحصل خصم مني. اكزاكتلي. هلا الميزه الثانيه اي حدا بينزل تطبيق سوبرميل بدعوه منك انت تاخذ نسبه من مبيعاتهم بشكل دائم. انا اللي دعيتهم، انا اللي دعيت العالم كله. خلص انا حبعت لك التطبيق هلا وانت بعت لك كل اللي عندك. احنا قتيبة واخوي حسين رح نعرف اكثر عن هذه المميزات، ولكن عندنا هي ولكن محضرين تقرير ايضا مميز، نطلع هذا التقرير وراجعين. والله يا قتيبة يا مرحبا الساعه بتاعي الكرام، رجعنا لكم. انا والله استقبلكم بالابتسامه لاني سعيد ان الامارات اليوم على كثر ما شاء الله معدينا ما يبون تجارب ناجحه في الامارات، على كثر ما اشكرهم، على كثر ما اشكر دولتنا الحبيبه اللي خلينا نقدر نقول الامارات بلد الاحلام، دريم لاند، اللي فيها تحقق احلام الكثير، وابشركم كثير من التطبيقات وصلت بالمليارات. وانت تعرف كريم وغيره صحيح وغير كريم وسوق اسماء. نعم بذكر اسماء ذكرت اسم يعني تطبيقات كبيره يستاهلون احنا دائما نذكرهم اصلا. بنرجع نكمل معاك باختصار شديد وعلى عجال، لانك صراحه ابهرتني في الفاصل انا ومريم قاعدين نقول وقلت جمله قلت انت جعلت العالم بهذه الطريقه كانهم مسوقين لبرنامجك، اشرح للمتابعين كيف بالنسبه للميزه الثانيه بسوبر ميل. اذا انت مستخدم لسوبر ميل وارسلت اللينك لاي حدا من اصدقائك او عائلتك باي وسيله تواصل اجتماعي، اي طلب بيطلبوه اصدقائك او عائلتك انت تاخذ نسبه من طلباتهم. بروفيت تماما، ربح تماما، فلوس تماما. الميزه الثالثه لما انت تعمل عجبك الطلب من مطعم معين وعملت شير على السوشيال ميديا على الفيسبوك مثلا تاخذ كاش استرداد نقدي للمميزات للمحفظة. العميل ونمو على شغله في ايضا مميزات لاصحاب المطاعم تماماً. عندكم في تطبيق سوبرميل بالنسبه لسوبرميل نحن اقل تطبيق طبعا اذا قارنا ابل تو ابل بالنسبه للسيرفيسز نحن اقل تطبيق ناخذ كوميشن من المطاعم. قتيبة اقول كلمه اسف على المقاطعه لكن مريم شيء غريب جدا ان انك ترضي الطرفين. هذا سوبرميل صعب. تماماً. الميزه الثانيه بالنسبه للمطاعم اذا هو حابب انه هو يعمل خدمه التوصيل نحن ما بنجبره يستخدم خدمه التوصيل عنا. برافو هو عليك. قادر انه يعمل التوصيل ويوفر تكاليف مثلا يقول في يعني هذا تكون بالضبط مثل تسويق للمطعم. تمام تسويق وخدمه. نعم. مريم خدمه. ليش خدمه مريم؟ انا لاحظت ترى انا ناقشنا مع المطاعم بعدنا تجيك فاتوره يجيك مبلغ بعد نوصل لك. أيوه. فمثلا راعي المطعم يقول لك يا اخي انا في نفس البنايه يا اخي قريب على البنايه انا بوصل له ليش تاخذ عني سوبرميل؟ انت فيك تعمل هيك. برافو عليك. راح ناخذ كلمة ختامية ما ادري خرجنا بان نطول قبل الكلمة الختامية في موضوع شدني في سوبر ميل ان انطلاق هذا التطبيق حسين مشاهدينا كان في توقيت كورونا. البعض يعتقد ان توقيت كورونا ممكن يكون خطر والبعض يعتقد توقيت كورونا يكون له ذكاء او خير ملائم للافكار او الناس ولكن فعلا مريم نبغي نعرفها هل كانت خطر او فرصة؟ بالنسبة لسوبر ميل كورونا كان فرصة لسببين. اول سبب انه تحول المستهلك تماما العادات الاستهلاكيه تحولت الى الدليفري الى طلبات الطعام اكثر ما هي داينن والتيك اواي. بالنسبه للامارات الدعم الحكومي اللي صار للقطاع الخاص ما خلانا نعاني من كورونا. يعني عاده الدول عانت من كورونا، القطاعات الاقتصاديه عانت، بس الدعم الحكومي اللي صار من دوله الامارات ما خلانا نشعر ابدا اعتقد هذا ترابط بالمطب نحسب الحساب ترابط في حلقتنا اليوم دون ما نحسب للشاهد او معدتنا يمكن حسبت الحساب ترابط انك تكلمنا اليوم عن دائره اقتصاديه وحطينا تقرير عن التنميه الاقتصاديه والقرارات كانت من دائره التنميه الاقتصاديه. نعم. وتوجيهات من سيدي ربي يطول عمره شيخنا محمد بن زايد وباشراف ومتابعه من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد في قرارات اقتصاديه اعتقد 5 مليار وضعوا اربع حزم كانت من الاكبر في العالم 5 مليار نعم يستاهلون. صحيح. كلمه ختاميه لكل من شارك الحلم قتيبة اليوم انت المدير التنفيذي في هذا التطبيق. صحيح. فاكيد في انطلاقته انت الشباب تجمعتوا ببسطاء او شو ما كانت امكانيات الحلم. صحيح. هذا حلم بدا من زمان وشعرنا بنتائج هذا الحلم في الامارات صراحه لانه صحيح. في الامارات الرعايه اللي صارت، الدعم اللي صار، التحفيز يلي تلقيناه من الجميع، التسهيلات، نحن شعرنا حقيقه هون انه نحن نجحنا او بدانا ننجح. احنا نشعر بفخر ايضا لما احنا نقابل هذه الشخصيات الجميله سواء من شباب الامارات او المقيمين على هذه الارض وكلنا نفرح لبعض. اكيد قتيبة العلي
المدير التنفيذي اكيد لسوبرميل، سعيدين بلقائك اليوم، نتمنى لكم كل التوفيق. شكرا شكرا على الاستضافه، يعطيكم العافيه. انا بعدني ماشي بعد صراحه. حسين استمر ما بعد. مريم مريم تعرفين شو، ولا بطلب كلامك، بس مريم اليوم هم يملكون تطبيق من اكبر التطبيقات، وله متابعين وله دخل كبير. كنت عايشين حلم صح ولا لا؟ طبعا طبعا. خبرنا اكثر، منو اللي شارك؟ الوالده، شو قلت الوالده؟ شو تقول لوالدتك على هواك؟ الوالدة، الناس اللي دعمتك. استغل الفرصه انت على قناه الامارات. والدتي الله يخلي لي اياها. امين. طبعا انا لو يعني لو مو والدتي والدي اكيد أنا احنا ما بنوصل لهون، وهذا جهد فريق عمل، فريق عمل كبير، نحن اكثر من 100 فرد بالفريق، فريق كثير كبير. وشكرا جزيلا لكل شخص كان معنا بهذا الفريق، وشكرا جزيلا للامارات اللي وصلتنا لهون. شكرا لك انت على حضورك معنا، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام على كرم المتابعه. نشوفكم باكر باذن الله، تصبحون على الف خير. وصلنا لنهايه الحلقه، لا لازم نقولهم ترينا باكر في نفس التوقيت. تحيه لكم كل كادر عمل من سيان، وما لا تصبحوا على خير.